هلا 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 بصليح، وين راشد؟ لا وين صار؟ ما اعرف. السلام عليكم. يعني جود مورنينج. بخير انت؟ تمام. وين علومك؟ صبر خلينا بس. وين صرت وليد؟ ما تحلت؟ حلال يا ابو. ماشي حلاك. شعبيه سبيه. تحلقت شعبيه اليوم؟ هين في شيء زين؟ وين صرت وليد؟ خلاص شويه لتحت شويه. كل شيء عندكم خلاص؟ لا كنت دعوة بس دعوة. هذا كنت دعوة. يبين من عينك اشوف. تفضل تفضل. كلت صحة شوية. لا لا شوية. صحة صح؟ واحد بس. ادري. انت بخير؟ عناية. عندك ولدي صلاح. صلاح تبغي عناية ولا دري ولا ولي؟ ما تبغي؟ أكيد ما في قرقع صلاح؟ ما ياكل وايد؟ أكل وايد؟ صلاح يقول تاكل وايد؟ لا ما يعرف. ياكل وايد ولا ما ياكل وايد؟ هاي يلا هاي. وين جاي الحين حفيد؟ خبار. ثلاثة يا راي ثلاثة. هذا يجي صديقك ماما. ها؟ أه؟ صديقك ماما. وين بيتنا جيراننا؟ أنا ما في معلوم شو اسمه. إيه. بعد قصورك تعرف صديق ماما صديقة ماما شو اسمها؟ يلا غدا غدا. تعالونا. حق غدا بسوي. هي يلا. شكرا يا صديقة ماما. يلا. يلا شلو سلو سلو تشول سلو سلو جالو ثانك يو عفال هو اباي يا خير خير. ها ها ما وين بعد هذا؟ ابو فهد. ها ابو فهد. ابو فهد يا ربي يا المساوق اليوم اكثر. رويد هو خس امريكي هذا سليقة غالي سليقة سليق. يا سلام. وشبت هذا اللي أحبه وخيار وجرجير. مشكورين مشكورين بيتكم بو فهد ما قصرتوا جزاكم الله خير. وين منو يا ابنه؟ منو يجيب؟ ابو فهد. ما ادري ابو فهد زيد منو دريول يا ابن ولا درايفر. وين راح دريول؟ جو. لازم ثاني مره ما يجو. لازم يدهنون سير اللي يجيب شيء. لازم يعطونه شيء. لازم يعطونه بخشيش. عيب. اوكي صح. ثانك يو. يلا يلا بعبت قلت بابا كسبره بغدونس ما ادري شو. ها جاي انك صندوق كامل موجود ما يرد. لا لا كل يوم كل يوم الشهر 34 ليله كل يوم يريد ويريد ويريد ويريد. الحين هذا ترى جاي انك لين مكانك يا ابن بيت قم ام فهد. ما تقصر ام فهد. تحرك تحرك محيحو. يلا شلها. هذا ابوي لو دام جاي من عند هلال بن محمد جاي ابوي ثلاجه بتنطر بتتفتق من اطرافها الا الزريدي وجش. الزريدي وجش. أنا أهم شيء في طاسة الغسول لازم تكون شيء شفافة. تعيبني طاسة الغسول يوم تكون شفافة يعني مش من هالنمونة يعني إزاز. لا لازم من هذا. وتيوسكي وأحب طاسة الغسول تكون قدامي هالنمونة. وهذا طلب على السلك الأولي سح ثلاث نمونات. ما أدري وين جايات هالطويسات واستغليناهن في حفظ السح والسحب وإخلاص ورزيز وخنيزي ثلاث نمونات. شوف ليلتنا وهابوي مالات عيد الجلوس اللمس اللي خطف زين. نسيت عاد اخبركم شو ريوق البيت. خل ريوق انا اليوم ريوق ميهد ما يتشاهد. لازم اخف الا من اوصل البيت ولا من اسير سمونه اي مكان. لازم الصراط ما لحد ما بليد الحين زين. هذا ابوي ريوقهم اليوم البيت. باجل الله يحفظكم وخبيصه خبيصه على هاي على الله يحفظهم خبيصة الدبس. هاي اللي تشوفونها يسمونها خبيصة الدبس. بدل ما يحطون بس شكر ريج واللي يحرجونها الشكر لا يحطون نص الكمية الشكر
والنص الثاني يكون دبس ويغذي شيء فنان لا صار ولا استوى صحي ورقم واحد وطعمه ألذ عن كل خبيص. وهذا محل تحيدونه هذا الشيء يومي يعني. يلا تانكيو جزيلا تانكيو جزيلا. ايش عندك ياي؟ لا المتوه. يلا بسر اقولكم جميع المشاوير عندي اليوم، عندي سيرة الجوازات وعندي الله يحفظكم وين عند هلب الغصر و هي والمحكمة والساعة 10:30 بعدني ابوي ما ظهر. شو ظنكم؟ يلا ان شاء الله اني بظهر. ما بدي اودركم حق منو بودركم؟ بتشلبكم على منو؟ بتشلبكم على منو؟ يلا اقولكم وايد المسجات ساعات من المسجات على الله يحفظكم السلبية التي انا يوم اظهر يجيني شيء واظهره كان جليل ولا كثير، هذا من الموروث ومتعارف عليه عند العرب وعند الإيران ان يوم بيك شيء لازم تشكر ولازم تثني حتى لو شف تراب ولا جايب الشيء هذا ما يظهر خالي، لازم تبهنسه لازم تعطيه. وانا اصور الشيء هذا اخبر العيال الجيل الجديد مغزاي مغزى حوادي يقولوا شو هالخقه انت محدث نعمه انت ما شفت خير من حد يطرش لك شيء سيده صورته شو لا هاي ابوي مش خقه هذا. نحن رسالتي اني اروي العرب ان الناس بعدها متواصله وانها البيوت بعدها فيها خير وان اليار يرحم ياره ما زال ولين اليوم لين تقوم نقد صالح الناس الحمد لله تتالى عطي يرانها وطعم يرانها. وانا خاصه انا من قبل السناب ويوم بيتي في العين ويوم بيتي الاول في ريجي هناك في البطين عند اهلي ويوم بيتي روح الحين استغليت بيت روحي انا وهل فريجي كامل لو بنسخن الملحار جسمنا بيننا وبين ايراننا واي شيء غاويين نطعم يارنا ويراننا هالنمونه يفرحون يوم بيهم شيء قالوا خالد لو شف ترابيه من عندكم نحن نفرح به. ومن استويت لين اليوم ومن اسوي شيء فنان وشيء يذكر بالعادات والتقاليد القديمه اللي انقرضت لازم بصوره واللي جايزله مرحبا وسهلا واللي هب جايزله العين ما شافته شو يعني اني يعني انا بـ بـ انا اسوي شيء يعني يوم اروي حين السح كذا نمونه يعني الناس ما عندها سحوح الناس عندها سح لكن مكنس البخاخير حط نبوي فطويسات جميله اشكال وهذا ساير والياي اللي بيجلس عندك واللي بتشوفه بعينك اللي بيوزك ما يازك خنيزي بتاكل يبري بتاكل بومعان بتاكل اللي هو مسحوح يعني سحوح اللهم لك الحمد مكوده شو الفايده مكوده السحوح وهي مريوده في البخاخير مريوده مبزور البخار بينطر بيظهر من وجه الباب السح وانتم ما تحطونه قدام فنيان القهوه لازم ينحط فطويسات ويغدي شكله مغري يغدي شكله مغري وكان ياهل بيخطف بياكل بشكاره حد ياي صاحب صديق عدنا يبوا لسح بيقول ما با يبوا لسح ما يبى الرجال يبوا لسح محطوط قدامي بيهبش يبوا له هاي بعد غير نمونه والله انا ابوي اخر معلومه توني عرفت وين جايات هالطويسات هاي جاياتي على الله يطول بعمرها من عند بنت سيف بن راشد بن احمد بن خلف بن خديل القبيسي هالطويسات جاياتها لا يا رمضان ترى الذباب بيخلينا الحين هش زين وتم عاد من هاك اليوم وغاويات استغليناها في السح يلا بس الا عن حد يتم في خاطر يقول وين يا ايات انكم هاي طويسات من وين يا ايات وهاك بعد الدرابين اللي امس ايات من هالكويت شو اقولكم كل نهيل كل نهيل كل نهيل ويجسم وها والصخام هاي اللي تشوفون يا ابوي من بني كتبي على الله يحفظهم من دبي يا ايات من دبي من العام في الشتاء مثل هالوقت وتام لين الحين ترى طلع شيء بسيط حوالي 500 كرتون من هذا 500 كرتون مزار بكم من الكبار 3 طن ما ادري 10 طن ما خليت حد ما جسمت وبعد قالوا السنبوي ما يحتاج تشترون البشكارات قالوا البخار بينطر يلا 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 طلعي كنادير طلعيهن كاب تيكت اوت تراويهن صلاح ظهري قرطاس مال الخياط ما يخصنا في الخياط نحن هاي وحده هاي كلها صوف هاي هنتين ها
ثلاث يا ربي وايد قراب الالوان اربع ايوه خمس يا سلام ست. ست يلا يلا سبع سبع ما شاء الله ما مبروكات يا صلاح حق سيرة المستشفي هذا انزين الثقه ما جت الموافقه من الثقه ما عارف صبر الحين يوم بيوافقون ثقه بتصير بتلبس ابوي هذا الحين ترى الموافقه من ثقه حبيبي عسب الحنج هذا عدلون ضروسك الحين ما تقول انت تبي تعرس ايش قال العرس بلي ضروس صلاح بلاك زعلان اكيد شو تقول الحين انت يقول لك بيتغدون هني اليوم صلاح بيتغدى هني زين شو بعد صلاح بس بتغدى بعدين الصلاة خلاص نروح البنية بسير البنية ياس هدية يبي لك هدية يا هي ابوي يا يتمك الهدية من امريكا هذه لا بوك 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 ها شو كمبيوتر ايه تليفون لا ايه لابتوب ايوه ايه جاي من امريكا ايه ابوي هاب جاي ابن زيد والعبيد هاي جاي من عند خدك حصة بنت احمد هيا من وين عاد من وين هدية جاية صبر صبر من وين جاي الهدية ما اعرف لندن ما من لندن من امريكا من هيوستن من وين صلاح حد من عم سلك في التيل وقال لك جاي تنك هدية ما بحصة انزين شو بعد طب شو قلت الحين شو قلت الحين لا بكيك طب شو قلت الحين اول خبرني شو قلت اول قلت ما تعرف كلام انا اخوك ما اعرف كلام انا اعرف كلام ولا ما اعرف كلام زين انا في حياتي اطرش لك هديه مع شوف هديه يلا مع السلامه طرشت لك هديه ايه زين شو الهديه عاده باب باب شو باب؟ ما اعرف انا ما اعرفك شو تقول هذول هدية زين هدية شو عادة؟ ما اعرف يا ربي يا صلاح بوك؟ بوك لا لا بوك لا ثاني شو عيال؟ شو ثاني؟ ما اعرف يا ربي شو تقول صلاح؟ دروس زين شو تباني اسوي؟ انت لا ما دقينا لهم تليفون قالوا ابوي تريوا هل بالثقة ابوي ما ردوا بيردون حبيبي ان شاء الله ما ادري بعد عاد اليوم باكر احنا من 10 ايام انت ريا ان قالوا انزين بنسير اللي عليهم بارجيل سووا لك الفحص وقالوا ابوي نكتبه عمليه في الحنج يوافقون ما يوافقون هل بالثقه العلم عند الله قالوا انزين زين على زين وما طاعوا ابوي الحمد لله ما عليك قصيره ملايين في البنك عندك ملايين عندك من تدق يدار من يدرات البنك تهدرق النيطار شو رايك انت عشان. الحمد لله اللهم لك الحمد ما علينا قصيره فوقنا سمن وتحتنا سمن ومطرشين ابوي بربره بعد يزيدوننا سمن ولا شو رايك زين احنا ما قلنا لا يا رك الله اه على مسلسل كل شيء تبقى مره واحده الضروس والسياره والطعنب وصبر والعروس عرس واختان في يوم واحد ما يستوي حبيبي اول شيء يختنون وعقب الاختان ابوي يتريون الوليد لين يكبر ويشتغل ويكد انت كل شيء تبقى قمض برج يا صلاح ما يستوي خلاص العريس اول بن يوز احمد ان شاء الله عقب ما يوز احمد ان شاء الله بنتفيق لك بنصير عند هلب القصر بنودي لهم طلب الشراء مع السياره ويوافقون ان شاء الله في خمس ست ايام وبنصير بناخذ لك سياره هب من كيس ابوي بيزاتك عندهم جميع الملايين الله يرحمه ويغفر العوش بن تسعيب بن احمد بن خلف بن خدي القبيسي يعلها الجنه ابوي ما صارت وخلتك ابوي غبر صارتك وخلتك خبر اني طار فوقك وتحتك قول الله يرحمها قول الله يرحمها آمين يا رب العالمين من ظهرت من البيت وانا جالس ارمس مكالمات تليفونات تليفون ما ون تليفون ورا تليفون تليفون ورا تليفون ليه وصلت الجوازات لمراد ان الله يحفظكم ييت ولن سيايرها على ما تشوفون أمة لا إله إلا الله ورب العالمين يهيلي باركن مرة شوف المبروكة وين دارت مرة تحرى هالبارك المحجوز اللي هنا من يأتوا لأنه ما حد في المكان
ويك دلي دلي ودرع ام ابوي فيه. السلام عليكم. يلا مره وحده ترى الكاميرا شغاله. السلام عليك. خشمك ايش حالك؟ كيف انت؟ شو اسمك انت؟ سلطان. وين جايب هالزين يا سلطان؟ وين جايب هالزين على الله يطرح فيك البركه؟ كيف حالك؟ تدرس انت؟ ليش جاي الجواز هذا؟ ليش جاي؟ بس تكشف؟ خلاص خلاص المدرسة. ايوه كل شيء اجازة الحين؟ اجازة المدرسة كم يوم؟ كم يوم؟ 30 يوم. 30 وين بتصير بهم 30 يوم؟ ابي جلسة في البيت. هل يودونك كشته ويودونك المهرجان مال الشيخ زايد للتراث؟ بابا يوديني. بيوديك وهو يضحك. ما بتوديه؟ وديه وديه. ايه بتوديه؟ ايه. بتقول ما قلت لك. السلام عليك. كيف حالك؟ كيف انت؟ انت من وحينا انا؟ ما عرفتك. لا لا خليني اشتغل. لا 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 خليك انا عقب ان شاء الله. انت الحين بتخبرني؟ ابوك شو اسمه؟ ما طلع يخبرني. وليد. وليد؟ وليد شو؟ وليد عبد الله؟ ايه. وليد عبد الله البلوشي. زادك ابوي فنان؟ حد ابوي في عرج بلوش وما يغادي جميل الجمال والزين. ابوي مخلف عليهم. ابوي انضرب وصف يقول لك غوال بلوش انضرب الوصوف. ما عرفت كيف. ما عرفت كيف برايك عاد. ما فهمه والله. اوكي لا خليت. يا مرحب. الله يحفظك. لا خليت ممكن تحت الله. شوف من وقت ما صورت الصغيروني لين الحين حتى ثلاث دقائق ما اخذت. يعني الاول العرب تاخذ ثلاث واربع ساعات الحين ما خلصوا. سهلوا على المسلمين يا ابوك جزاهم الله خير اللي سووا هالقوانين. تقضي كل حوايجك عند الطباع يا غير بس تحط حط اللي يسمونها ايه؟ مالت الاقامه مالت الاقامه هاي اللي شرات الويزا هاي صغيرون اللي يحطونها الطابع مال الاقامه تصير بس حطوا فيها وظهرت. الاول تتريى ثلاث ايام وطيب يندبونها في الامبوست ويتشاورون اتي الموافقة بيت ما ادري شو. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يسلمك. شو اسمك انت؟ وصيك. والله مرحبا بوصيك. مبسوط في الامارات؟ اوه يعلى الله يحفظك يطرح فيك البركة ان شاء الله يخليك. الله يسلمك. مرحبا بك. ايه ابدا عفت له عبد. لكم حصل شيء غريب تو. مش حصل شيء غريب، شيء تقريبا سخيف. واجب انا تحيدونها قدام قدام الطباع وتخلص شغلي. جيت بركب السياره ولان حد مسكر وراي. حد مسكر وراي على الله يحفظكم. وعيست وانا دقدق الهرنات ما طاع يتحرك. وبعد شوي خطف عدالي ويشوفني اني دقدق هرنات. ما قال ما رفع ايديه على الاقل قال انا اسف ولا شيات ولا شيء. المهم الحين تدري شو اللي صاير؟ الحين هو ملطوع وراي يترياني عاد اخوز. انا شوي خست لكن هو يتخير يترياني اخوز اساس يدخل مكاني. وانا دايس نحس دايس نحس اني ما بخوز وبتم حين في شرات معراض الرشق لين حد يدقدق الهرنات وهو يخوز قدام وبدخل حد مكاني انا بخلي حد غيره هو ليالس الحين مسكر علي ولا اعتذر الحين يدقدق هراناتي وباني اخوز عسب يدخل مكاني. لو اعتذر ولا رفع يديه قال انا اسف ولا قميضه هاكو راعي النيسان هذاك بيخطف بيظهر وبيدخل هو مكانه قميضه. والله يا ابو كلول هو هواي لان ما لقط له باركن قرب الله هذاك اكل موت اليطري. شفتوا ما يلحقني عتب لاني ما ظهرت رقمه ولا شيء قاته. اي والله كوبا يلقط اعطاني موقف يعلم ما يلقط ادب واخساس. مفروض يقد يرفع ايديه اسف على الاقل انه معطلني خمس دقائق. لكن يعني بعد ما ياخذ حقه عقب سبع سنين ولا مستعيد يلا عاد انا ادور السبب. والله يقول لك ترقص ليطاح الطل وشلون ليطاح المطر. ترقص مرطل تدبك ما بالك يا صب مطر صبي. هذا الحين على الله يحفظكم سيري توني واصل ما يبغى على رمسة ها المحكمة عند القاضي. ويقول لك ابوي يصير عند القاضي ما يظهر الا شو راضي.
بسم الله علي بكره لا عندي ما عندي ترى شيء موضوع ضروري غير انا احب ابو ياسير اقضي حوايجه وروحي عيال عندي ابوي مندوب وعندي علم وعندي مكتب وعندي خبر عندي يا غير احب روحي ياسير بيلس الا من زرب في البيت لا والله بين فتره ثانيه احب اسير المحاكم واحب اسير مراكز الشرطه واحب اسير اسلم على العرب العرب تسلم علي مول وسوق ومول ومطعم لا والله انا ابوي شفت المصريين يقول لك تبع كله هذا ابوي هو تبع كله ما اخلي بقعه اترتر الدنيا كلها والحمد لله وين ما اسير العلم والخبر وكل شيء طيب. السلام عليكم. سلام. كيف الحال شباب؟ انا مرحبا. اقول لكم هل بالقصر؟ قال ابوي لا لازم اول شيء تجيب تختارون السياره تجيبون طلب الشراء ونعرض الورقه اللي بتجيبونها هلا هلا بالورد. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ كيف انت؟ الله يحفظك. ابوي لا تمشون ويا هذا الرجال. ما مبينين زيرو عدال كلكم قصار وهذا ما شاء الله عليه. يلا بس قصاره؟ ما شاء الله ما عليك باس. الله يسلمك كيف حالك؟ طيب طبعا. كيف انت مره؟ طيب لايف الحين لايف. الله يسلمك ان شاء الله. شو اسمك الله يحفظك؟ احمد المعمري. محامي. اي نعم. ما شاء الله شوف البشت. الله يحفظك. الله يحفظك كيف حالك؟ الله يسلمك ان شاء كيف الله. انت؟ خير يعني خير. يا ابوي في خير لو شر؟ لا لا بخير ان شاء الله. مره؟ خير الحمد لله. اللي زي اخونا العرب يقولون يا ابوك المحامي لا لا. ما يتدخلنا في الامور الشر. محامين والمحاميات لا لا الله يحفظك يبارك فيك يا بنتي. اني عاد بخبركم ترى ممنوع التصوير في المحكمه ممنوع امسات انا ما كنت اصور امسات الشلالات وما ادري شو فتنوا علي يوني والله حد يعني موظفين يعني اعتقد اللي يطالعون العرب بالكاميرات الحين اكيد يطالعوني صورت الشلالات وما وعيت بهم الا انقضوا علي ثلاثه قال ابوي ترى ممنوع التصوير قلت ان شاء الله وهي والله هذا اللي الحين جازت لي الصوره قلت بصورها برويكم اياها وين موجوده ما زينها يا الله يا رب ترحم الاموات وتطرح البركه ان شاء الله في الاحياء. شيل ريلك فوق هذا ما في زين لا شيل ها. ها لا فوق ها, ها. ايوه الحين صح قبل شوي ها ها شر 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 ما في زين لا يلا بارك الله فيك يا رب يا صلاح ها باكلها هويك كان هذه هويك موجودة لا 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 ها ايش من سيارة بابا عن سيارة؟ ايه؟ سيارة حبيبي لازم نسير نحن أول بادي الوكالة ايه؟ ونتنقى لك السيارة وناخذ طلب الشراء ونوديه بوي عند هال بالقصر يوقعوا يجتمعوا تجتمع اللجنة لا 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 هذا بس بقى بتوقع؟ بس ما بتبصم؟ لا بتبصم بتبصم إيه؟ ان شاء الله حبيبي شوف زيد بكا اي مكان اللي بتوقع بتبصم إيه؟ ان شاء الله حبيبي زين هذا الحين جبت انا بطاقتك وهويتك وكل شيء ها نزل هالمعامل ويلا بيك ان شاء الله لا يطيح انت بالجلبي قابضنهن لا فوق تحت تحت فوق اي ها ها شي ها يلا يلا بيك غديتوا؟ ايه ساعه لسه يلا بس يلا الحين بيك يلا حنانة منو؟ حنانة شل بهامك عاد حق تبين ما اشوفه بهامك هالمتن؟ اه وين اشوف؟ صورة منو هذي؟ حنانة من حنانة؟ ازقرها حنانة بالقو حنانة بعد بالقو حنانة بعد مرة حنانة وين الحنانة وين الحنانة؟ وين الحنانة؟ ام الحناية وين؟ بسرعة عادة هذيك كان ايه ها شلي ها ثانك يو سلام ها صبر اعطها جوازها خلاص بتسافر تراها وين ار يو جوينغ تو ليف؟ اون وينزداي ذس وينزداي هاو لونج يو ستي؟ 1 مانث اونلي 1 مانث؟ واي؟ بيكوز ام سينغ اونلي ذا بيبي بعد؟ ذن جانوري از جوينغ باك تو سكول واي ستي هوم يوم يوم الهي اليوم يوم الهي ترى يمكن دوره بعدها ترع باع باع شو صارت انت باع 40 ودي من الصبح لين الحين زين شو لك الدوره افتر عاد تجي تلفه بعد بعد بعد
بعد مرة العكس العكس. يا سلام. لا خالد هذا باسل المسلسل الأول. ها دكتور بتلبس حق سيرة الدكتور. يا هالدكتور كلت لنا كبنا زين ما خلصوا حبيبي شو تبغى ننسى؟ ما بزعل ما بزعل. انزين تعرف ان شاء الله حاضري. ها الحركة الأخيرة شو؟ بعد مرة ثانية؟ ان شاء الله حاضرين. ما زيل العلم فوق البيت. روح العلم فوق البيت يعطي البيت هيب، يعطي وقار، يعطي البيت فوق ما هو زين يزينه البيت، يزين البيت. شريته النشر فوق البيت العلم. تدرون ما عق العلم انا الا كان يستوي خير بلا يشر. هي نعم ولا مدام الدنيا حي العلم فوق، وكل من جد واحد بدلت الثاني تقريبا كل شهرين كل شهر ونص. من يملخ الحين في الشتاء ما يعول، في الشتاء مره ما يعول العلم غير في القيض، من يملح بدلته. تام على هالحاله من هاك الوقت لين الحين، من كم من سنه ما تديرت في البيت هذا، يمكن 8 سنين الحين ما تشد خطف يوم بلي بنديره بلي علم، ما تشد خطف يوم الا كان يوم يقولون نكسوا الاعلام نكسنا يوم مناسبة. وين سرتوا انتم من هاي الساعة لين الحين؟ انتم وين سرتوا؟ شفتوا؟ اي لون اخترت؟ لحد هدوا قابتن بشفتن يلس يلس عدالي. اي لون اخترت؟ انت فيها لا شو اللون عادة؟ صلاح كلمني انت، انا ما اريد اشوف كتالوجات الحين. شو شو اللون؟ ادري 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 لم انا ما لا تطلع كتالوج الحين، لا تطلع كتالوج. شو اللون اللي اخترته؟ ابيض. ابيض ومن داخل سسم. ابيض اول سسم حصه هي سياره اختي حصه. لا ابيض البيضة سياره تلوليه. لا ثاني عندي حبتي ام محمد وانت خبرها. المهم كم بيزات وايد ولا شويه؟ ما اعرف بابا. ها انت ما ارتوى انا بروح لك. سالتهم على البيزات انت؟ ما وين ساير صلاح؟ يس ذاتس ات ثانك يو. ها صلاح وين ساير؟ زين صلاح ايوب ابو ياس وانت شي خصك؟ هذا حقك انت ميوب؟ انت من زين يوم تحيد ميوب حقي انا. وين شو معنى انك مصارف انك؟ ها بنجسمه صلاح شي من حق باكر وشي من بنطعم من يراننا. تدري شو هذا صلاح؟ هذا ابوي انتاج شركة جنان. ها واسم الدياي الانتاج المنتج اسمه اسم. السلام عليكم كيف الحال؟ هذا كشاف اسم المنتج على الله يحفظكم دار زود. اسم المنتج دار زود وهذا وصلا لفريريات. هاي العمار هنا حينة تقريبا 70 يوم اظني او 75 يوم. هذا ابوي عم رقب، هذا ابوي جاينا من مصر. شو اسمك انت ابوي؟ محمد عبد المجيد. محمد عبد المجيد الطير هذا حينه كم عمره؟ 50 يوم. 50 ها؟ كم حين وزنه؟ وزنه 1.8 كيلو. ما شاء الله. هو نفس اللي كلنا منه نحن هاك اليوم ها؟ متوسط كيلو 800 جرام. لكن نحن هاك اليوم اللي كلنا من هذيل؟ اي اللي كنا في يا ابني ليه يس؟ ليه يس؟ انا ما ادري، انت في مصر تقول يس؟ انت علمتنا هنا يس يعني ما يخصنا. لا لا حش علينا الحين ما اقول له. ها رقب انت تقول يس؟ هو بس يمكن متعود بس هنا بالانجليزي شوي. محلو رجب اليوم ما شاء الله على رجب. ما عليه. انزين الحين هاي ابوي كم جبتوا انتم؟ بهذا العمر كلهن كم طير؟ 100 100 زين. نحن ابوي هالطيور اللي جبتوهن بنجسمهن ابوي على بيوت يراننا، بنخلي شيء منهن بنذبحهن الله يسلمك. اليوم بنذبح كم طير؟ حق باكر الغداء. والباجيات بنجسم ابوي على بيوت يراننا، بنطعم يران. نحن من عوايدنا يوم حد يطرش لنا شيء طعمنا بيوت يراننا، خاصة يوم شيء تول هالنمونه.
وسلم ابوي على هالبشركه وقولهم مشكورين وما قصرتوا. وتتدري تعرف شو اسم الحين المنتج هذا؟ اسمه ريد برو. خل ريد برو الاسم الاصلي، لا الاسم اللي حيتباع به بعدين لما ينتج بعد كذا شهر ويهتمون المزارعين وينتجون يسوي انتاجهم بهالطريقه. دار زود. دار ايه؟ دار زود. دار زود، دار زود يعني كل شيء زود، تول كل شيء فنان، ما بهم منهم السعر والمبلغ والتكلفة، لا زود يعني اللي عنده زود يزيد. فاهمني؟ فاهمني ولا تهمني ضيبك هالبدل الفنان وهالدنيا وتزخ دياي. يلا شكرا يا باش مهندس. شكرا. يلا تعالوا باكر ابو شلق فاصتكم. ها شو اسمك انت؟ اسمي نوفل. نوفل قول لي، ما شاء الله عليك يا نوفل. نوفل بكره متى يجي يشيل هذا قفاصه؟ ان شاء الله نشوف كيف الشغل في المكتب. زين يلا سلم، شكرا فور ارباب. اذا انا يجي بتصل رقم انت. لا لا انت تتصل لي، انا ما تعال البيت وتدله بتلقطن هني. زين يلا بارك الله فيك. يلا تعال شل ابوي الحين يجيب البيك اب. حملوا كم قفاصه هاي؟ المهم حمل قفصين ثلاثة، شل الثلثين في البيك اب وخطفوا على الطريق الفريج كامل. كل بيت ابوي ثلاث تطيور وانت جاي. يا بارك، هذا ابوي من عند الشركة، هب من عندي انا، هاي جايني من باب الله وساير في حب. انزين صلاح اقولكم هذا ابوي، هاي الطيور اللي قلنا لكم هاك اليوم عنهن اللي ودينا سرنا وصورناها في المزرعة الحين مطرشات اللي انا هذيل. وانتو كل آدمي اللي بيجي يذبحون منها وباشر يتغدوا منها، من هاي نوعية جيدة ورقم واحد ولا شيء غمضني اني انا اكل ويراني ما ياكلون. الحين عاد اللي بيبد حد بيبد وحد ما بيبد العلم عند الله. نحب نقبض من طارف. وين بيت ودي حينه؟ اول ودي بيت عالية. انزين وبعدين لازم بيت العس الحريم. انزين بعدين بيت ابو فايز. هي المهم اختفت على الفريج كامل. كل بيت نزل له ثلاث طيور. يا توكل على الله. شيل هذا ديك وياك. تصير انت وياه؟ ايوه. يلا. وهاي الحين باجيات اربعه برد على التريب الثاني. يا يعني وافيات ولحمت طيبه. يلا يلا سير. المداخيل العافيه على اللي بياكلونه. تعيدون من كم من يوم وانا ارمسكم عن مشروع شركة جنان، عن الدواجن هذه. شركة جنان كلها بكبرها حاطة جل جهدها لتنمية دخل ملاك المزارع اللي توجد عندهم هواية تربية الدواجن. لذلك اللي ما له رغبة في التربية او ما يريد يحسن من دخله او مكتفي وخلنها بس كاستراحة مزرعته على هواه، ما له يعني الدعوة مبله يعني. الدعوة مختصة للي يبغي يحسن دخله ويبغي يشغل عمره في موضوع ايجابي يدر عليه بالخير والمزرعته والهلا ومطبخ بيته ويقدر يبيع ويشتري في الحلال، لا ويسوقون له ويرشدونه وكل شيء هم بيسوون له يشترك. كل فترة التربية من 7 إلى 9 أسابيع، من 7 يمعات لين 9 يمعات، يعني يكون أنت أنتجت وربيت وذبحت وطعمت وبعت واشتريت. هذا كل ما بنت تسويه أتي الشركة روح تسوق لك، روح بترويك طريقة التغذية وطريقة حط العلف وطريقة التنظيف، أنت عليك بس تجيبك عامل. فلذلك الدعوة ليه سايرة؟ ما الإنسان اللي يبي يطمش ولا يبي يشتري دياي، لا هو الموضوع ما بمشترى دياي ولا الشركة تبيع دياي. الشركة ما تبيع دياي، الشركة ترقب بالحصول المواطنين اللي عندهم مزارع انهم يدخلون في البرنامج مال جنان اللي هو مشروع تربية الدواجن بطريقة صحيحة. حين الاف من المؤلفة ربع صدقان وايدين، امس كم جيت انا
جيت عشرات المزارعين عندهم في الشركة يوم صرنا غمض، عندهم في المزرعة يوم العزيمة، يا غير يقولون نحن نطيح جبودنا، تجارتنا ربينا وتعبنا يا غير يتضربوا من التجار، ايون ابو يشترون يبو، تخيلوا يبو يشترون عنهم الدياي كاملة بسبع دراهم ويبيعونها بعشرين درهم او خمسة وعشرين درهم او خمسة عشر درهم ساعات، ويخلون يخف العمر الافتراضي مالها فيزيد حجمها يوصل وزنها الى كيلوين وكيلوين ونص ثلاثة كيلو وما حد. لكن شمن عادة الفرق بين الدياي اللي يربونه شركات جنان اللي مراد انكم انتو يا التجار او يلي تربونه حين الدياي تربونه بنفس الطريقة عشان يستوي عليه، ما تتربى الفراري بالبيئة اللي انتو ضارين التقليدية المتعارف عليها، بيوت مقلقة وزج منها الهرمون وزج منها الأكل والليتات متسلطة 24 ساعة، فالطير ما يتمتع بأي خواص. أنا اللي قلت قبل ما بروم حين عيد كامل يا غير، أنا اللي بغيت أذكركم فيه أن تاريخ 12-13-14 يوم الثلاثة والأربعة والخميس المعرض معرض سيال بيكون في أرض المعارض، شركة جنان أكبر ستاند عندها من هالكثر سنة في نفس المعرض، السنة جايبين المشروع أول مشروع من نوعه في الدولة بيكون عندهم هم، وعندهم مزارع وايدة غيرهم، همهم أن المواطن اللي عنده مزرعة أنه روح يدير شغلة بيديه يعني، ويدير أعماله ويدير شغلة ويكون ياكل من إنتاج موجودين المهندسين والملاك وأصحاب الشركة والدكاترة يعني كل إنسان له باع طويل في الزراعة وفي الري وفي تربية المواشي والدواجن، وبالأخص الدواجن، بالأخص الدواجن اللي عنده هواية تربية دواجن هذا يحضر وبيشوف كل شيء بعينه في الستاند اللي موجود في شنتية أرض المعارض، معرض الأغذية العالمي بيكون موجود، والستاند مال جنان موجود داخل عندهم من عند البوابة، تخبر تقول أنا ساير بحق شركة جنان، بيعطونك أبوي شيء تعالجه مثل شيء هالنمونة شيء يعني ما تطلع المعرض مو بمطعم تعالوا وسرط، لا إنسان بيدخل بيسير أرض المعارض عند البوابة لازم تخبر أنت وين ساير، شو اهتمامك أنت، موجود أبوي عندهم مال ما أدري شو ما أدري شو، مليون قسم ومليون شركة، من ضمن هالشركات أكبر وحدة فيهن اللي هي شركة جنان، وما أخذ أكبر حيز مسوي لها الترتيب والعلم والخبر، ومسوين قسم حق هذا وقسم حق التطعيم وقسم حق الشرح وقسم فيديو يشرح لكم شو اللي لكم وشو اللي عليكم، وبتشوفون المزارعين اللي نحن خدنا الدياي اليوم هذا منهم اللي توي جايني البيت، هذا ماخوذ من احدى المزارع اللي انتجت جنان، شو لها وشو عليها. شركة جنان تلتزم ان الامهات عندها زين، الامهات عندها الله يسلمكم، فراعي المزرعة مزرعة تزاهبة وجاهزة، راعي المزرعة الشبرات اللي للفراري زاهبات مرتبات، هم بيون يرتبون يعرفون العلم والخبر والمقاس والطريقة وطريقة الترتيب وكل شيء بإشرافهم، انت ما عليك الا انك انت تكون جاهز يا صاحب المزرعة يلي لك رغبة بانك انت تسوي شيء يدر عليك بالخير، سواء كنت ذكر ولا انت حريم ريايل، الدعوة عامة كبار صغار كل انسان يقدر يزور المعرض، المعرض الثلاثة والاربعة والخميس، الثلاثة والاربعة والخميس موجود فود تيست لوقت الغداء يطعمون العرب، بتشوفون طريقة الطب، بتشوفون الله يحفظكم كل ما يختص بالنوع هذا من الطيور بالدياي والطريقة تربيته كله موجود قدام عيونكم بتشوفون، وأي سؤال هم اللي بيجاوبون، أنا مش مهندس ولا دكتور ولا مربي،
أنا حالي من حالكم الأول، يا ما ربيت آلاف المؤلف بمكاين وأربي ألف أصفالي على 50 من الألف 50، وطريقة تغذيتي إلا شرط تغذيتكم أنتو من هالعلف، وكود وصرت وكود وصرت زاد حتى طعم ماله، حتى كرهنا الدياي والسبه نوعية العلف اللي نطعمهن إياه، بالرغم أن هذا حين اللي موجود في السوق ما بين شيئين غير هذا الفراري اللي عندهم تمتاز فصيلة غير عن الدياي المتوفر، مش موجودة منه، مش موجودة منه في كل الشرق الأوسط. شركة جناني على الله يحفظكم عندها في مزرعتها الخاصة اللي لها، عندهم مزرعة كم كبرها، هذا بس الأمهات عندهم، الأمهات وعندهم مكاين التفقيس الكبار، يعطوكم الفراري الكتاكيت هاي أمهات يوم يوصلوكم إياه لين عندكم، وفي خلال من 7 إلى 9 أسابيع يجون أبوي يأخذون اللي عندكم. الكتاكيت ها مهات يوم انتم ما بتاخذونهن بلاش، ها بتاخذون بيزات لهم مبلغ سعر وسعر ثابت، يبايعونكم اياهن وهن صغار ويجون يشترونهن عنكم يوم بيكملن من 9 أسابيع، من 7 إلى 9 أسابيع انت واهتمامك في التنظيف وفي العبالة مشيت على توجيهاتهم، ها واي كوارث اخترب يا طهف يا طوفان اللي يستوي هم ترى المسؤولين، انت مالك الا ابويه شيء زاهد تمشي على ما يقولوا لك عليه، اي شيء كوارث من الله سبحانه وتعالى هم يتعبلون، هم اللي يصلحون، هم اللي يعيدون يعدلون، هم يسوون الصيانه، كل شيء هم شغلهم، والعقد 5 سنوات 5 سنين 5 سنوات ابويهم يتعبلون منك 5 لبسنة ولبسنتين، هذا عرض ترى من المتعارف عليه ان كل شيء اورجانيك، كل شيء التغذية طبيعي، ما في اي شيء مهرمن، وما في اي شيء في تعديل وراثي، ما في شيء في اي شيء في تعديل جينات، يعني فريش رابي في بيئة اورجانيك وفي اجواء مفتوحة وفي مزارع مكشوفة مهيئة له الاكسجين والهواء النظيف والحرارة المعتدلة والنور الشمس، يكتسب فيتامين دال من اشعة الشمس مهما تكون الحرارة، ان شاء الله لك تكون في القيض مكيفي لها، مسوي لها طريقة النت هذا اللي يحميها عن الحرارة، متعبلين منك انتم ما يخصكم، اللي عليكم وله رادة وله ميول في الدرب هذا يصير ابوي عندكم، عندكم 3 الأربعاء الخميس كل يوم 3 أيام المعرض، 3 أيام بالعد والكمال. نوع التربية هاي يسمونها فري رينج، فري رينج يعني على طبيعته، شيء الطبيعي ناهيك عن التغذية انها مش تغذية أشياء فيه هرمون أو أدوية أو مضادات حيوية، فحوصات من الدولة، ما بيايينك مفحوص من العالي، لا من الدولة روحها، وهني الرقابة والتغذية بعد ما حدا شد عنهم يخطفون على كل مكان صبح ومساء، فلذلك أكيد سعر الطير بغدي غير يختلف عن السعر العادي، لأن هذا متعوب عليه، وهذا شرات الذباح العربي، الذباح العربي والبربر واحد، الطير الذبيح العربية والذبيح اللي يزير واحد ما بكله واحد، شيء متعوب عليه غير عن الشيء اللي جاي إنك ياكل قرطاس وخمام السوق. جميع المسجات يجيني والله نحن بنشتري دياي، موضوع مش مشتري الدياي، مشتري الدياي هذا متى بيستوي؟ من بعد 5-6 شهور من الحين، من الحين متفقين مع المزارعين، شيء اكثر عن 260 مالك مزرعه وقعوا العقود خلاص، هاي وقعوا العقود، شو يبون الحين؟ يبون يبتدون الحين، نحن نبى ما بلا 260 مزرعه، نبى الشركه ما تبى 260 مزرعه، تبى المزارع الدوله كلها، كل انسان ابوي ليه عنده مزرعه حينه طبقوا الامر هذا في شنتي ابو ظبي، وعقب الله اعلم الخطه الجايه هل ان بينطلقون لباقي الامارات، بيشوفون السوق واستيعابه، كل شيء له دراسه مسبقه، ما الديب ما يهرب العبث،
شركة جنان ما بتسوي شيء مني وطريج إلا شيء له دراسة عسبتي ما شاء الله عليهم قابضين مزارع ويمولون الدولة والشرق الأوسط من الأعلاف أنت أكثر من 25-27 سنة وهم من أكبر الممولين للدولة في من ناحية الأعلاف اللي تطعم في المزارع في العزاب وفي عند هلب الحلال انزين هذا اولا وثاني ابو ليل درشونا حينه نبدي يا خالد ابو مويل صبرن بلاه كان شو متلاحجات صبرن يوم ابوي بيشتغلون العرب هذا حين ترويج يسمونه ترويج الناس تخبر عن المنتج تخبر عن المنتج ان هذا المنتج موجود يبقى له صبر موجود في السوق يبونه من الخارج لكن كم قيمته قيمته وجودته مش اشارات الجودة هذا اللي عندنا اللي عندنا طعمه ألذ وأخير وبإشراف الدولة هني الحكومة تشرف عليه يصدق انت اسم المنتج دار زود دار زود هو كان روحه لسم ولايتي لسم والله اسم المنتج دار زود دواجن دار زود يعني هذا الاسم روحه الاسم روحه بالغ مرة بالغ البلوغ غيّله في الدنيا كلها فيه اسم هذا اللي تنقه الاسم هاي يسمونه باهس أنا أبوي يرقد من المغاربة هي ورثي الجديدة مبروك الله يبارك فيك فشلت إن شاء الله يدت غيرها لا خليتمك يا أبو ناصر على الله يحفظك يا الغالي الغالي لبيه غاوي بيت عمك حمدان ناصر تعال ياي بنربيك توني ما تبى تشوف توني؟ عادو توني يا توني وين؟ شوفها؟ شوفها شوفها؟ شوفها؟ توني يا توني يا حليل يا حليل عادوها خلي فتش خلي نروي يا حليل شفت ابو ناصر؟ واحد قادي كم كبره كرهات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بخير اقول لكم انا في الجولدز جيم اتمرن يمكن الحين من 4 سنين وهاي الخامسه وكل سنه عبد البيزات يعني مش ببلاش يوم عند السنه ولان جاييني وعاطيني عضويه جديده ومسوي لي هذا مال المهم سنة كاملة من عندهم تشجيعا لأني أنا دومي وأني ملتزم عشان أني ملتزم يعني عندهم أباها تظهر وياي زين أني ملتزم عندهم وعليكم السلام وبس تشجيعا أن يعني الإنسان الملتزم دوم عطيني جايز أنه يعني يسوي لي هذا المدة سنة ببلاش Thank you for everything We thank you for being here for all of us 5 years. Thank you very much. Thank you. And you can say hello for everybody. And I'm very happy in this gym. That's why I'm still here more than 4 years. And thank you for the free membership. Okay, thank you. Thank you very much. اليوم من الأيام الإيجابية يعني سبحان الله أصبحت الصبح جميع الأشياء وهدايا وآخر شيء أبوي أنا أخلاف سمك. يا راير وتنعد وكم خباط وخلاصية بعد يد خضرة صندوق ممزوق لين عينه وخلاف بعد ماضي شوية وخلاف بعد شوية أنا المغرب أشياء اليوم وايد عطايا وحين بعد يوم ها والدياي لا تنسى 100 دياي روح زين نسينا وخلاف بعد الله يحفظ بعد الحين يومية الجيم لاني جاي اني كتل عضوية بلاش ما يندرى اليوم شو من الايام هذا بنسجله ابوي اليوم هذا من الايام ابوي المأذورة يوم سعد يعني يوم كله رقم واحد الله اعلم من الصبح منو شاهدت اليوم اول وين شاهدت الصبح ما يندرى منو قلوا معتقد يعني العدمي اليوم يصبح الصبح مشاهد ويه حد معين غادي يومه كله ايجابي عند الله وعلم يعني معتقدات 90% ان كله غلط لكن مرزة الله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال وشكرا لإدارة جولد جيم على هالشيء المميز يسد اللفتة هذه ما بك انا ما بيعايزني لل 2000 ولا 3 اللهم لك الحمد
لكن اللفته هذه اللفته ايش لكم انتم عضويتي عضويتي منتهيه من شهر ونص ولا حتى قالوا لي ان عضويتك منتهيه ما وعيت الا مجددينها عاطيني بعد ما ادري وين اسير قال اي بلاد بتصير بلاش وما ادري شو امور وايده مشكورين اداره جولدن ما قصرت الله يطرح البركه فيكم وجم فنان وعاملهم من هالكثر سنه معداتهم وسامانهم ترتيبهم كل التور كل شيء فنان عندهم كل شيء مشكورين وما قصروا يستاهل اللون حق منو هذا ابو محمد خالدي يستاهل اه انا بعد وين احسن عنه ها وين وين والله انه يستاهل رقم واحد ها عمنا رقم واحد تمدحني يعني ابو راشد خالدي والله ان حطيته على راسك هذا انك يمكن ترقد له وتسبح له لا طالع خلقته ايش قايل لا لا تستاهل يستاهل يستاهل اي والله بضرار ابو محمد هالشال ماخذ لك اياه ابو راشد ماخذ لك هالشال ها حق منو حق الخالدي عينه يستاهل يستاهل ابو محمد يستاهل خالدي تستاهل هذا واللي جايب له بعد اي بس انت شنو وقفت